تقدر تستطيع ده كان 1500 متر يقدروا يجيبوا 150 كيلو. احفظوها يا جماعه، ال 1500 متر ممكن يجيبوا مساحه بس مع الميول 17 درجه حوالي تقريبا 150 كيلو، والمبنى كله عايز منه. لما بتدخل التكييف يبقى في مشكله، لكن لو دخلت اون جريد وطلعت هيبقى العمليه سهله. الفيوتشر بتاعنا هندخل في سؤال مهم قوي، هو ايه الفرق بين التعليم والتعلم والجمعيه هنا تدعم ايه؟ ايه الطرق؟ هو ده اللي اوقفنا في مجلس اعلى الثقافه، التعليم في المدرسه لغايه 12 سنه، التعلم في الجامعه اللي هي بعد 12 جريد 12. اوروبا اشتغلت بين 13 عشان كده في سنه اقصر، عشان كده بيعملوا اعدادي. اعدادي دي مش اعدادي بس، لانه بيدرس الثانويه العامه تاني. ده هي بتكمل السنه اللي ناقصه في التعليم اللي هو جريد 13 اللي هي المفروض في العالم كله 13 مش 12، وكان زمان الثقافه والتربيه او حاجه زي كده كان في سنه زياده. المهم احنا عندنا التعلم في الجامعه، التعلم في الحياه، التعلم بس في مزاوله المهنه، هو ده التعليميه المهنيه المستمره اللي لازم تكون هنا موجود. من اول ما نبدا التعليم في المدرسه، بعد كده التعلم في الجامعه بالاحمر، الانترشيب اللي هو اثناء ما انت في الجامعه بيبقى في تدريب اللي هو 4 بلس 2 او 5 بلس 1، كل المهندسين لازم يتدرب سنتين اثناء الجامعه او سنه كامله او نص سنه. بعد كده الريجستريشن بتطلع النقابه، تروح مركز بحوث البناء او المراكز البحثيه اللي هي جمعيه المهندسين، انت البحث عندك في لازم يكون مفتوح، لازم يبقى في انستتيوشن، وتدخل في التطبيقات والامبلمنتيشن، ساعتها ده كله على بعضه يصب في حاجه اسمها سي بي دي. بس المشكله ان القانون مش قادر، احنا نعمله مش مانداتوري بس نعمله بونص، ما تترقاش هنا الا ما تاخد 5 سنين سي بي دي او 3 سنين 30 او 50. العالم كله ماشي بنفس ده الاكورد بتاع الاتحاد الدولي اللي بيقول في الاخر اليونسكو شاطر في ايديوكيشن. ولو تشوف تحت خالص على اليمين هتلاقوا مصر ممثله باثنين في اليونسكو شارتر، اثنين كان اشرف سلام والدكتوره زكيه، وبعد كده بقت انا والدكتوره ماجده، ودلوقتي اشرف سلام رجع تاني دكتوره ايمان. في مصر حاجه كويسه جدا ان انت في اليونسكو شارتر بتحط ضوابط الاعتماد والصلاحيه للجامعات في العالم. انت اعتمدت ايه؟ شارتر الشقه عمان، هو بالنا كم حاجه في مصر. فاذا طب انا بقول كده هنا ليه؟ والله هحطكم ليه؟ الانترناشونال اكاديمي اوف اركتكت عملها بير فاجو مؤسسه دولي مع جورج سالوف، وعمل الموجب اكريديتيشن ياخد الناس ويدربها ويديها شهاده. هو ده السي بي دي، ياخد الاولاد زي انا كنت لسه صغير ورحت اتعلمت وتعلمت بير فاجو، ويا ريت ما قابلته لانه خلاني اصدق قوي اليو اي اي. ضيع كل اللي ورثته من جدي وابويا، رايح فين اليو اي اي، راجع منين اليو اي اي، خرب بيتك، ولادي بيكرهوا اليو اي اي عشان الفلوس كلها راحت على اليو اي اي. الناس فاكره ان الجمعيات بتصرف على، يا جماعه جميع التمثيل الدولي اللي موجود في الجمعيات الاجنبيه سيلف فاينانس، كل واحد يدفع نفسه، عشان كده ما تلاقيش حد في البيت فاهم، محدش مش عايز اساسا. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ السي بي دي اللي هو يو اي اي كونتينيوس بروفيشنال ديفلوبمنت اللي هو قدامكم ده الكوميونيتي بتاعنا، من 2011 بالنادي بنقول لازم يبقى في سي بي دي سيستم. بعد ما نعمله 5 5 5 والمراكز تشتغل هيبقى باي ديفولت، مش هتترقى الا بيه، الناس هتعرفه وهيبقى في علم، وبالتالي ممكن نقنع النقابه ان محدش ياخد الباكس فيلر اللي يكون موجود في السي بي دي، زي ما في كود اوف اسكس يبقى في كود. فانا يعني خلاص بقى كده الحاجات دي بتضايق كتير لانها بتوجع القلب يعني. الأنشطة العلمية كتيرة جدا، اللي قدامكم أشرف سلامة اللي في النص ده واخد جايزة أحسن أستاذ تعليم معماري في العالم، هو مصر. وأسس ومن أصغر البنات، لكن اشتغل وتعب على نفسه لغاية بقى واحد، مين اللي كان داخل قدامه لو تشوفوا الأسماء اللي كانت داخلة قدامه؟ يعني مش عارف، الجايزة اسمها جيتش بي برايز. وده هتقول لي طب انت عملته ايه؟ ترشحناه. لو اسالنا للترشيح ما كانش خدها، لما احسنا الترشيح وعملنا سي في كويس ودورنا على الناس، رشحنا ريزو بيان كسب، رشحنا تادر وان كسب، رشحنا اشرف سلامه كسب. لكن ما تبقاش كل مره ترشح مصر، لان حسن فتحي خد الجول ميدال، مش كل مره ترشح مصر، ترشح اللي يكسب عشان يبقى فيه كريديبيلتي، لما مصر تقول حاجه يبقى الناس
فالحقيقه اشرف عمل حاجه كويسه جدا جدا في الجمعيه، وزي ما انتم شايفين نص الصف الاول ده مات، لكن كان ينقل الخبره بتاعته للاجيال الوسط. فده مثلا حاله احنا بنعمل كل سنه مشروعات التخرج من سنه 16، في سنه 17 ادينا الرئاسه الفكريه لعلي جيرافه، شوفوا الناس بتحضر في التكريم. ده مهم قوي يا جماعه، الجوائز بتدل على مين كويس. الجائزه زي المسابقه بالظبط، الجوائز هي الهدف او الهايلايت على الافضل، وبالتالي احنا بندخل على الافضل. لو النهارده بنتكلم على رينيوبل انرجي احنا ما نعرفش مين، ما عندناش رجال. النهارده الدكتور بيقول لي خلاص هنحطك والمهم يعمل تشيك ليست في هذا الموضوع. يعني المواضيع بتاعت التكريم الناس فاكرها فانتازيه، لا يا جماعه دي رانكت. عندنا ممنوع عدل في الاسبورت، عندنا دكتوره هيني، عندنا دكتوره ايمان، عندنا ناس كويسين جدا. احنا عندنا 18 واحد كسب 18 منصب في حد اللي بعت سيديهات. ماليزيا 4، امريكا 2، مش عارف ما بيحبوش، ما بيحبوش في الموضوع. فالموضوع التكريم ده موضوع مستهدف. من ضمن اللي خد بالك كان محمد الرافعي، تكسب تنقل فكرك للناس. عملها فين؟ عملها هنا في نقابة المعاناة، في 28 شارع رمسيس، بقاعة المحاضرات الكبرى في 48. مش كده واحد يقول لي انتوا جايين النهارده عشان الانتخابات، انتخابات يا عم؟ احنا هنا من سنة 16 ثلاث محاضرات في السنة على طول في الجمعية. ولما بيبقى يعني متأخرين شوية بندفع رسوم، لكن ثلاث أرباع المحاضرات كانت موفاة لأنها علم للناس ويعود فائدة لكل المهندسين. فالعماره المتوافقه من منظور محلي قدمها الراجل محمد الرافعي الفائز بجائزه محمد حسن فتحي في مكتبه اسكندريه. عملنا بعد كده توثيق الاثار، الجهاز بتاع كان اسمه الجهاز الثري دي، الاسكانر 3 دي ما حدش عارف يستعمله. فكنا بنجيب المهندسين يتعلموا ازاي بيعملوا سكانر للسلطان حسن وسكانر هنا المبنى اللي انتوا فيه ده اتعمل، الترميم بتاعه والتطوير بتاعه والاسكانر اللي كان ماسكه طارق المهم، واتعملت المحاضره هنا بقى 28 شارع رمسيس وسط البلد، كانت في نوفمبر، وبعدين راحوا السلطان حسن وبعدين رجعوا تاني هنا. يعني دي الجمعيه الام، دي الجمعيه الام اللي بنشتغل فيها. بس احنا ما بنقدرش يعني نعيد ونزيد في الموضوع. ساعات بقى يا جماعه لازم الموضوع ما يبقاش للمهندسين، لازم يبقى المجتمع احتفال اليوم العالمي مع نحتفل احنا لوحدنا، نكلم نفسنا. كنا بنروح سيد الصاوي الوزير محمد الصاوي كان بيساعدنا في هذا الموضوع. فبصراحه بنشتغل في كل اتجاه، بس ما بنبانش عشان العدد اللي صعبه جدا، محدش مستمر معانا. يعني انت دلوقتي ال 100 اللي موجودين هتلاقي مره جايه 180، مره 380. يا ريت الناس تلتزم وتبقى معانا، هتلاقي الخبره متراكمه. دي هدايا كانت معتمدة مش مهم يعني فيها. نرجع تاني لموضوع التشارك مع جمعيه المهندسين. سمير غريب على المنصه هنا ايه؟ بنتكلم عن معارف العمران. سمير غريب كان 27 مني 21 هنا مع المنصه، يبقى الازاز عوض ثابت، والحقيقه هو طالع راسه ملفوفه. الازاز عوض ورغم كده عالج نفسه وغيره، وكان هو منظم الدرجه. والدكتوره سهير بنتكلم عن ايه؟ عن مصر. كل اللي قاله كان بيتكلم عن المحاور وهو كان ماسك التنظيم الحضاري. ووصل لنا رساله مش هنقولها. ادي الناس الحاضرين في الدنيا، الصاله كانت مليانه مع ان كان في كوفيد 19. ده النشاط المشترك، وده اللي بيبين ان احنا مع الجمعيه الام، وده اللي بيبين كمان العمليه بقت اسهل عن طريق الزوم. الزوم زي ما انتم شايفين واحنا بنشتغل عملناها في نقابه المهندسين عشان نقولها، بيبقى معانا 16 بلد او 20 بلد مشتركه معانا. فاعتقد احنا عايزين يا ريس هنا يكون الانترنت والواي فاي يقوى عشان نبقى كل محاضراتنا معلنه، واذا كان فيها شويه انجليزي بسيط. يعني بعض الشركات كانت بتيجي تعلم الاولاد نظريه الالوان دي، خدناها في الكليه وفنون جميله بقى. يقول لك بالنسبه لنا احنا بتوع الالوان، لما جبنا الجماعه بتاع الجوتي اكتشفنا ان ما تعلمناش خالص خالص. ده في معادلات الجماعه اللي موجودين عندنا كانت. ف يعني انا قصدت ابين النشاط المشترك.
هيفيد الناس كلها. وانا اسف ان انا طولت في الحته دي، لكن هندخل حالا في احياء المنطقه الجنوبيه. عملناها 18 ديسمبر برضه الاوراد السياحي، ولقيت اربعه خدوا جوائز عالميه وحدش، ولا انا نفسي ما كنتش اعرفه مين هناء ضحي. وليد عرفه رئيس كرامه، معاذ ابو زيد مستلم الشؤون. اللي خدوا جوائز دول جبناهم انقلوا النهارده يا جماعه، فعملنا لكل واحد يوم. فكان من العربي، وبعدين رئيس الاتحاد الدولي قال لي اعملها مره ثانيه، عملناها بالانجليش ثاني في اسبوعين بتوصيل. فالحقيقه اللي حضر واختاروا هناء عضو في المجلس الاعلى للعماره الخضراء، لان هي ماسكه تقريبا البايومتيريال ست عبقريه معاها 50 واحد في بلدها في شتوتغارت، ال 50 تحت ايديها او ال 30 اللي قدامي دول، عملت منهم منتج بقش الرز وكذا وكذا. هي عماره خضراء، هنجيبها لكم مره اشرح لكم عملت الكلام ده ازاي، لان عبقريه اختراع اسمه فعلا اختراع. شتوتغارت طلع بيها السماء واليو اي اي برضه. فالهيئه المسؤولي ده ده الواعد ده، هتشوفوا المشتوبي ده كان 10 سنين هيبقى موجود في كل الجرايد، لان بيكسب كل المسابقات، كل المسابقات، العراق كسب، الاردن كسب، دبي كسب، في مسابقه ما طرحتش راح لمدير مكه مدير دبي وقال له انا عندي اقتراح، فوافقوا عليه. يعني الناس دي عباقره، اذا كان مسابقه الاسلام المشتوبي او معاذ ابو زيد اسماء وحيده في الطريق ان شاء الله. فهنكتفي بقى كده، ندخل بقى على شوفوا عارفين الجامع ده فين؟ باصونا باصونا عكس صابونا باصونا قبل صغيره مساحه الجامع ده واخد اربع جوائز اربع جوائز وبالطول. يعني الحقيقه الحيز ده صغير understanding the impact of the group. خلي بالكم اهم حاجه قانون او تشريع او مشروع او فكره لازم تدرس الامباكت بتاعها. تشريعات في مصر بتتعمل سلبا بس الامباكت مش مدروس. لازم نعمل فيزابيلتي ستادي، لازم نعمل امباكت ستادي. ده اللي شفناه هناك بالقش والكلام ده اللي هي المخلفات. في مشروع برضه افريقيا عاملاه وقلنا ايمان متبنيات. هنتكلم عن برضه لما حد يتوفى بنعمل له قعده عشان نوصل علمه للجيل اللي وراه، ما يموتش استاذ عبد الحليم ابراهيم واخد جوائز كتير وعامل الله يرحمه على راسه. ثلاثه اربعه ماتوا في شهرين قريب في الطريق يعني نبيل غالي، وبعدين كمان ده موضوع مهم جدا 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 جدا، موضوع الكوبي رايت. كلنا نشتغل ونكسر، نشتغل ونكسر، نشتغل ونكسر. عبد الله نور الدين، عبد الله نور الدين عامل دكتوراه في الكوبي رايت للمهندسين. لازم حضرتك تجيبه هتفاجئ ان المنشأ اللي حضرتك عامله اللي تصوره بس وتحطه في المجله لازم يدفع لك. في القانون المصري، اداري القانون المصري بياخد قرارات المحاكم النقد مكمله للموارد. فهو الجزء اللعب على دي هدوء يا جماعه. انا شايفه يعني ربنا عمر الله يرحمه هاني منيابه برضه وخلاص كده. واحد يقول لي طب انتوا بتعملوا لنا ايه؟ طب احنا عملنا ايه؟ ده احنا فكينا الاجنده الدوليه بتاعت الفوضى بالقصي وفرضنا مصر تبقى موجوده وحطينا عاصمه بازار فيها وبعدين هو عبد الله. هو ماشي بس احنا دي كلها مجهود جميع عمالين. خلي بالك هو لم يسعى ولم يقرا ولم يندرج لاهميه الافورد والهاوسنج كوفور. ازاي؟ بميداليه دي اديتها للراجل ده قال لي هفك لك الاجنده عندنا في نص الفرد خلاص انا بعت له تذكره وكده وما راحش. وبعدين
الناس تسأل. احنا بنعمل حاجات مستحيل تتكرر. مصر جامدة جدا. لما تعوز تكسب تصويت ضد اليابان كان في فوت. اليابان مصر تستضيف مؤتمر. كل اللي قلته ببوتيكا الكسندرينا كانت تستضيف المؤتمر. كلمت اسماعيل بيه فضيفه. خلصت. خدت كل اصوات امريكا اوروبا. لان كلمه ببوتيكا الكسندرينا يعني البريتش اوف ذا نولج. البنك المصري جامد بس بيستعملها. العبقري بطرس اسماعيل كان بيستعملها. بس انا اتعلمت منه شويه. خلاص كده واجب علينا قانونا بسبب ايه؟ قانون لو قعدنا اكثر من اسبوع في اي بلد لازم نتصل بالسفاره ونقدم فلوس الطاعه والولاء للسفير. ورحنا شويه من الوقت المصري وطلبته رحنا سلمنا للسفير وحضرنا المؤتمر. جميع المؤتمرات بنطلع على نفسها الناس هناك على نفسها بتطلع على نفسها وبنحوش ونبيع لها ونبيع لها عايز يعيش يعيش لا البيت معماري ده كان مكتوب خلاص كفايه كده ده كله طيب ندخل بقى على انطونيو جاودي لما جه في بيعمل عماره في بدايه القرن عمل عماره ليست خضراء لغايه دلوقتي لسه بتتبني فعايز اقول الدنيا اتغيرت لكن لما جه يبني العبارات بتاعته كانت تقبل ان انت فهم دلوقتي بياخدوا مفاهيم تصميمات جودي بس بيحولوها لعماره خضراء يعملوا شبكات خضراء وظيفيه. بالنسبه لفرانك لويد اصلا العماره بتاعته اسمها عماره اورجانيك ابلكيشن ميزانيه بتتكلم على العماره لما فرانك لويد في مصر عجبه سلطان حسن بس ده الوتر فول فيلا مشاهير جدا. لو رحنا بقى كوبنهايم ميوزيوم او يعني ايا كان انا عايز امشي ميز فان دروه مشهور قوي بالذات في جامعه القاهره الميسي اللي هي الخطوط المستقيمه فكلها مدارس زي ما انتم شايفين. المدارس دي انا بقولها لكم ليه؟ عايز اقول ان مفيش باترن واحد صح كل الباترن صح وفي يعني بيقولوا في الشرع يقول لك ايه؟ بيت السكاكي هيكل مشاري وزاد بس لا شوف مين فاكره لكن الطريق في الحق ألف طريق يعني مش طريق بس لازم نقبل التنوع ونشجع التنوع في كل الافكار اذا كانت في العماره الخضراء ليها اتجاه ممكن تطلع منها تصفق الدكتور كبيره جدا زي مثلا في جونسون لما جه الشباب اهو عامل شغل بس برضه هتلاقي عنده الجلاس هاوس هتلاقي عنده امثله كتير. مش عايز اطول في حاجات قدرات العماره ان شاء الله لكن يهمني اقول على واحد مهم قوي اللي هو الناس ده ريزو جامد لما جه عمل العناصر الواضحه وبتاع الناس هاكل وبتاع بس انا بقول حاجه واحده بس ده معماري ايطالي كسب مسابقه في فرنسا مش عيب يا جماعه مش عيب ابدا ما هو المدرستين ده هو فاجئ لجنه التكييف وقلب التكييف بره عمل مش مهم هو عامل ايه المهم اللي انا بدي الدرس للجيل كلنا واللي مش غلط ان المعماري الاجنبي يشتغل عن بس يحترم ثقافه شوف اضرابي قال ايه بس ده مريض خالص عن ثقافه فرنسا يعني فرنسا بتتكلم لكن عايزين نقول هي وجهات نظر لكن لازم نقبل الدايفرسيتي التنوع ماليش قوي انا فرانك جيري ف ايه ده يعني اعمل ايه اللي كنت الدور اللي بس لازم اعمل التنوع. دي اخر حاجه اتكلم فيها الدانسينج هاوسز في اظن الخبرات نورمان فوستر اللي هو عارفينه طبعا بيعمل حاجات في اوروبا بس لما جه يعمل اي بي ام اكثر مشروع قريب لجنين ابلكيشن الابل وان مش عايز الله مش البالاس ايا كانت المشاريع ريزو ديانو لكن يعني هيفكروا فيه بقى الراجل اللي بيصحيته مصر في سانديجو يعني عديت ورق كده بسرعه سانديجو على الترابه يعني
غير مفاهيم كتير جدا في العماره، بس اللي كان بيقوله حاجه والعصافير انا عايز اقول بس ان كل دول واخدين جوائز، كل دول التن توبس في العالم وكلهم مختلفين، التنوع مهم، التنوع مهم. ده حديث ممكن تشوفوها، لكن في توقع كان شويه قاسيين عليها. قال 25 سنه، 25 سنه تكسب جوائز وما لهاش ولا مشروع متنفذ. اول مشروع متنفذ هو هيبر جوز هيبر الحبر فورم ده او الفورم اللي بنعمل فيه مؤتمرات هو اسم احد الطلبه هناك، بس هو عامل الوزاره. الغريب انك لما تدخل فيه ما تشوفش اي كونفليكت، لكن هو مشكله في التنفيذ معقد كده. لكن برضه زها ما كانتش اصلا دارسه بكالوريوس عمار، مفاجاه ليك، دي دارسه ليسانس ماثيماتيك من بيروت. نرجع تاني لرينزو بيانو وراه، لا رينزو بيانو ما درسش عماره خالص، ما دخلش الكليه خالص، ده كان نجار ماكيتات، وعمل فضل يعمل ماكيتات ماكيتات لغايه ما عمل معرض اليابان في المانيا فكسب الجائزه فاتشهر، فده فيلم كله فعمل الكنيسه كسبت، عمل بيوت كسبت، واصحابه راحوا له، ما كانش عنده لايسنس، فكان لازم يروح واحد صاحبه معماري يديله لايسنس لغايه ما خد الجولد ميدل، خد الجولد ميدل واللي رشحه مش اليابان ولا امريكا، مصر. خد بالك شفت بقى انت مصر قويه ازاي؟ لانك تحسن الاختيار، وكسب مفيش ولا صوت جولد بما في اليابان. حلوها ازاي؟ قلت له اونري ميدل. فانت لو جالك مهندس شاطر مش عايز تقول له لايسنس، لا يا حبيبي خد اونري ميدل. بس طبعا دي حاله استثنائيه جدا جدا جدا. وشغله قريب طيب دول التوب 10، ولازم اقول لكم الباسيف هاوسز والجرين بيلدينج الاقسام اللي عندنا. الراجل ده بيقول لك ايه؟ بيقول الهيومن سيف ذا وورد. خلاص في لندن، في لندن لازم نقطه خمس دقائق صلاه فطر